معاكي، وفي البدايه عايزه حضرتك تقول لنا ابرز النقاط الموجوده في القانون الجديد اللي كلنا متفائلين بيه خير ان شاء الله. اولا شكرا على الاستضافه، واحنا الحقيقه لسه القانون يعني مصدق عليه السيد رئيس الجمهوريه حقيقي. وان شاء الله عندنا اجتماع مجلس اداره في الجهاز بدايه الاسبوع القادم. طبعا القانون الجديد 181 لسنه 2018 ده في الحقيقه حاجات جديده فيه، لانه القانون 67 لسنه 2006 كان عباره عن 24 ماده. تمام. القانون الجديد ده بقى 76 ماده. ياه، من 24 ل 76 ماده. 76 ماده. ابرزهم ايه يا دكتور؟ القانون ده طبعا دخل عليه مدخلات كتيره جدا، يعني وانا بشوف انها طبعا تهم المستهلك، بس من ناحيه ثانيه بتمثل عبء كبير جدا على حمايه المستهلك، لانه هذا العبء محتاج طبعا لناس اكتر انها تشتغل دور رقابي اكتر، ومحتاج لنواحي فنيه يعني، ومحتاج ل يعني جهد. بس هو ده اللي احنا متعودين يعني على حضراتكم فيه على طول الصراحه يعني. يعني فانا بشوف ان طبعا دخل عليه موضوعات زي مثلا التجاره الالكترونيه، دخل عليه موضوعات زي المسابقات، دخل عليه موضوعات زي الاسكان مثلا. حقيقي ده من الموضوعات المهمه جدا. موضوعات الاسكان دخل دي. عليه موضوعات فيه موضوعات كتيره دخلت عليه، بالاضافه الى زياده نسبه الغرامات اللي محطوطه. فبالتالي هو القانون فلسفته ان احنا على الاقل تنظيم العلاقات اللي هي بين الاطراف الثلاثه اللي هو المنتج والتاجر والمستهلك، هو اعتبار انه المستهلك يعني يقال ان هو الحلقه الضعيفه، وانا بشوف ان المستهلك بوعيه يبقى هو الحلقه الاساسيه والاكبر. ليه؟ لان في الاول والاخر المنتج او التاجر اللي بيتعامل معاهم او اللي بيشتري منهم او اللي بيكسبهم هو المستهلك. صحيح. وبالتالي لو ما قدرش ان المستهلك يعرف قيمته، ان هو وهم الاطراف دولت يعرفوا قيمه هذا المستهلك، ما مش هي يعني او يستهانوا بيه او ان هم يعني يحتكروا سلعه رئيسيه مثلا. صحيح. هو محتاجها. انا بشوف ان ده خطر عليهم هم مش على المستهلك. انا ممكن يعني ما اشتريش سلعه مده يعني لمدة او اخد بديل مثلا او حاجه، لكن هم اللي في الاخر هيخسروا. صح. فانا عشان كده لازم تبقى العلاقه طيب، العلاقه كويسه بين الاطراف الثلاثه علشان ان السوق ينتظم، وكمان المواطن يحس إنه هو مش مغبون الحق.